شعبة اللي يعاون به الأمة اللي عايش فيها، يعاون به البلاد اللي هو عايش فيها، فما كيتسماش في النحو. هذه الجولة الفنية اللي غادي تبدأ يوم 17، يعني يوم الجمعة 17 فبراير بمدينة فاس بميغاراما، والأسبوع اللي بعد منها نكون إن شاء الله في الدار البيضاء بميغاراما يوم 24 إن شاء الله على الساعة 8 مساء. وكنتمنى أن يحضروا معنا جمهور كبير، واللي غادي يكون المداخل ديالها لصالح جمعية اللي هي جمعية رياد الأمل، هذه الجمعية اللي كتهتم بالأطفال. فبطبيعة الحال كاين هناك غتكون هناك جولة عبر المدن المغربية الكبرى من طنجة للقويرة إن شاء الله، وحتى غادي تكون إن شاء الله حتى جولة أوروبية، واللي حتى المداخل ديالها غادي تكون لصالح هذه الجمعية باش نعاونوهم إن شاء الله، لأن الفنان كنظن أن دوره أنه يساهم حتى هو بدوره، يعني ماديا ماشي غير بالهضرة ولا هذا، كيكون هناك تحسيس بطبيعة الحال والخدمة، ولكن حتى إلى عون ماديا كتكون عندها وطء اقوى، كتحرك الانسانيه في الجميع ان شاء الله الحمد لله. وهذا هو الهدف، حنا بغينا كاع الفنانين كلهم يكونوا متجندين للاعمال الخيريه، لان هذا هو الحل الوحيد باش نقدروا نوصلوا ونمشيوا على الخطى ديال صاحب الجلاله الله ينصرو، انه دائما تيوصي على هذا الجانب بتاسيسه سميتو المؤسسه ديال محمد الخامس، مؤسسه محمد السادس، يعني في العهد ديالو تبارك الله بزاف المؤسسات بزاف الجمعيات اللي حضروا وهو كيدعمهم وهذا. فبطبيعة الحال الفنان تيخصو يكون هو عنده دور ويمشي على هذه الخطة هذه، لأنها خطة رابحة وناجحة بالنسبة للمجتمع المغربي. فكذلك معاونين معنا لي روتاريان كلهم ديال المغرب، وهذا شيء جميل جدا، أنا نشوف لي روتاري كلوب تهما متجندين لهذه المسألة، لأن هذا فليو خطير ديال الأطفال اللي في الشارع. كذلك كاين هناك دعم من وزارة ديال الثقافة السي المهدي مسعيد الله يجزيه بخير، يعني الرجولة، يعني لقينا أنه وزير بمعنى الكلمة، يعني حاضر كيجاوب في التليفون، يعني مساير معنا، حاول يدعم بإمكانيات يعني ولو أنها بسيطة، ولكن هو حاضر، هذا هو يعني كيحسك بأنه راه معك. جمعية رياد الأمل جمعية تكونت هذه 17 عام باش تقدم في الأساس ديالها باش تقدم دي روباشو لأطفال الشوارع. من بعد طورات ولات كتكلف بلا غيانسيرسيون، يعني إدماج هذوك الأطفال في المجتمع ديالهم وسط عائلاتهم. اليوم كنتكلفوا بالاطفال وبلي جون حتى لهذيك 30 عام، كنحاولوا باش نخرجوهم من لاديكسيون لا دروغ، وباش نعطيوهم شي فورماسيون ولا نرجعوهم للمدرسه الا كان الطفل عاد خرج، ونعاونوهم بشي خدمه الا كان فات الحال باش يديروا شي فورماسيون. سعيد الناصري الله يجازيه بخير دعمنا وعاوننا في هذه الفكره، وينوزا اوفير لي سبيكتاكل ديالو لي زونتري دي سبيكتاكل ديالو كي فا فير سور 8 ديال المدن ديال المملكه ديالنا الله يجازيه بخير.